مساء الخير، مساء المنبر والقوف. جوقة العمر، جوقة الدنيا، والناس عم بيألفوا فصول السنة. شوف الزهر وين ما يندي بيضحك بعبه وهني. شوف الشجر كيف ما تلفت عالسكت بيألف الغابة. شوف عصافير الحبر بكتابة، والسوسنة الحنت عهد الولدنة. وشوف النجوم بهالليالي ميدني، وكل الفضا خيل وربي عالشيطنة. وشوف لحقالي اسطور بكتاب الأرض، ما تقلب الصفحة، الصفحة مربعنة. وشوف التلال الطالعين طلوع عراس الجبل، خلفن الوادي ولحقن بعبيته المزينة. وشوف الجراس مربعين وكل قبة مولفة عالرهبنة. وشوف السنابل بالسهل والقمح كيف مشتاق حضن المطحنة. وشوف السنين وكيف مرقوا ويسألوا شو السر حلو هالدنيا. يمكن كنت بهالعمر جوقة قوافة ملونة، ويمكن شي جوقة بالكلام متشرنة. يمكن وكل ما الدف خشخش عالمنابر، اوف اوف ما عود اعرف شو بني. كل هالجوقات ومش بيناتهم جوقة الزجل مبلا، هي منطلقهم بتقريبا الذكرى المئوية الاولى لتأسيس اول جوقة زجل مع شحرور الوادي اسعد خور الفغالي، وصدور كتاب من تأليف طيف نقطة فاصل الليلة لاول مرة بيدرس شعر الشحرور. والضيف كاتب وأكاديمي مخرج وممثل اختصاصه المسرح، بيحمل دكتوراه بالدراسات المسرحية من جامعة باريس، ودكتوراه دولي باللغة العربية وأدابها من الجامعة اللبنانية. استاذ جامعي بالجامعة اللبنانية وبالكاسليك، وأحد أركان الحركة المسرحية اللبنانية من سنة 1966. تولى رئاسة نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون. اهتم بالدراسات عن المسرح وأصدر مجموعة مؤلفات عن مركز فينيكس التابع لجامعة الروح القدس. شارك بمسرحيات للرحابني ووقف حد فيروس، وبرصيده إخراج 5 مسرحيات والتمثيل ب5 أفلام سينمائية و25 مسلسل تلفزيوني. ومن أبرز مؤلفاته المسرح اللبناني في القرن العشرين، الأخوان رحباني حياة ومسرح، الأخوان رحباني إبداع فكري وفني، موسى صغيب مسار التجديد والتطوير في الزجل اللبناني، خصائص الكتابة الدرامية، وآخر الإصدارات عن دار النهار شحرور الوادي مؤسس المنبر ورائد النهضة الزجلية في لبنان. تحت عنوان مئوية جوقة الزجل الأولى نقطة فاصلة، برحب بالأكاديمي الكاتب الفنان الأستاذ الجامعي ورجل المسرح الدكتور نبيل أبو مراد. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا على هالمقدمة. منيح اسم الله حفظهم كلهم، هودي كلهم حفظهم، هذا ريبرتوارك الواسع وما تكتنزه من معرفة ومن خبرة. حاضرين؟ حاضرين. دكتور نبيل، بيحتار الإنسان من وين بده يبدأ تحاور شخصية مثلك متنوعة الاختصاصات والمواهب بالفن أو بالأدب. صدور كتابك الأخير عن دار النهار شحرور الوادي أسعد خول الفغالي مؤسس المنبر ورائد النهضة الزجلية في لبنان فرض حاله موضوع أول على الحلقة. هل اهتمامك بالشحرور لأنه قيمة شعرية زجلية قائمة بحالة، أم لأنه ابن ضيعتك وادي شحرور؟ هلأ اسمح لي أقسم الجواب قسمين. أول قسم كون الشحرور قيمة شعرية. نعم. ما في شك هذا الشيء، ما في شك إنه الشحرور قيمة شعرية كبيرة جدا. أول شيء بما أعطاه من شعر غزير رغم عمره القصير. نعم. الشحرور مثل ما بتعرف مات عمر 42 سنة، وما ذلك الشحرور عنده إنتاج غزير. قبل ما يطلع على المنبر عنده إنتاج كتابي، كان يكتب كتير. من جملة يلي كتب
هل التجربة الملحمية عن الحرب العالمية الأولى يلي بتتألف من 800 بيت وهي بالرادي وعنده قصايد طويلة، قصايد طويلة جدا ومختلفة الأنواع والتراكيب، هيدي قبل ما يطلع على المنبر. وفضله الثاني أنه أسس المنبر الزجلي، بتأسيس المنبر الزجلي رسخ الحركة الزجلية على قاعدة ثابتة، وبالتالي بلش يطلع الجوءات الشعرية. وكأن رح نحكي عنهم بعد شوي. نعم تفضل. وكأن هناك كان في شعراء ناطرين هال 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 المبادرة يلي أخذها الشحرور مشان لحتى يقدموا هني على مبادرتهم. نعم. وتأسس على زمن الشحرور 5 جوقات. نعم. إذا بتحب بقول لك إيه هون. إيه ليه لا. تأسس على زمن الشحرور 5 جوقات. مأيدون عندك حضرتك. إيه. نعم. خلينا. جوقة بلبل الأرز لويليام صعب سنة 1928، كروان الوادي كميل خليفي سنة 1931، وزغلولك فرشيمة لميشيل قهوجي سنة 32، نسر المزرعة مع إيميل أيوب والياس القهوجي سنة 34، وبلبل الأرز أسعد سابع وعباس الحميني سنة 36. لكن بعده الشحرور طيب. هلا بعد شوي بدي أسألك عن قصة تحديد امتى اول جوقه، 28 او غير. هلا بنحكي عن حضرتك اعتمدت على 28. نعم. ايه بس نكفي اذا كان الشحرور السحرور. نعم. قيمه شعريه اكيد ما في شك. والشحرور قيمته اول شيء انه اسس المنبر، ثاني شيء انه نقل الزجل من مرحله قديمه كان فيها كثير شغلات، يعني انواع زجليه تخلى عنها المنبر، كما انه كان فيها شيء من الرطانة اللغوية، من التكلف في اللغة، كان فيها كسر ببعض بالأوزان. يعني في الأوزان. نعم. كان في استعمال للغة العربية الفصحى. صحيح. كلهم هودي لما تأسست الجوقة تركتهم واحتفظت بأنواع 6 أو 7 أنواع احتفظ فيه المنبر. نعم. لهن المعنى اللي هي دوبيت اللي معروفة، والقرادي، الموشح، القصيد القصير والطويل، الشروقي، والمخمس مردود. نعم. ومن وقت لوقت كانوا يقولوا العتابة اللي بعده لهلا العتابة على المسرح. إذا انحصر القول على المنبر في هذه الأنواع. نعم. مش بس هيك، يعني أهم قفزة أنا برأيي عملها المنبر أنه تخلى عن الكسر. ما بقى في كسر. هلأ في البداية بتلاقي شغلات كانت قبل، بس من إجا المنبر بقى في كسر. ليش؟ لأنه بتغنى. صار في جمهور قدام، وكمان جمهور بيحسن. جمهور. بتأسيس المنبر صار في فصل ما بين الجوقة وما بين الجمهور. بعد كيف مثل ما حصل على زمان المسرح الإغريقي، كان المسرح الإغريقي هو أعياد. نعم. أعياد أديترامبوس يلي كانت تمشي بالشارع والجو أتغني والشعب كله شارك وإلى آخره. فصلوا. لما انفصلوا عملوا مكان خاص، عملوا هالأنفي تياتر للجو وللهذا، صارت الجو توقف بهالأوركستر المكان المستدير، والجمهور يوقف بعيد. فيما بعد عملوا منصة صاروا يوقفوا عليها الممثلين. إذن صار في هذا الفصل. نفس الشيء حصل بتأسيس الجوقة، صار في جمهور يقعد مع أكل وشرب وكاس عرق وبسط وكيف وإلى آخره، ويتسمع ويحمس الشعراء، وصار في خلق علاقة ما بين هذا الجمهور والشعراء. وتنبه الشعراء للكسر بدليل انه من اولى الحفلات يلي انعملت بيقول له انيس روحانا لعلي الحاج. نعم. بيقول له لا تنسى عنا قانون بالعركات الشعريه. الشعر ما بيكون موزون ما له قيمه فنيه. صحيح. لازم حتى الشحرور كمان في قصيده بيقول فيها
انه الشعر الزجل تخلى عن الكسر بالوشم. هلا ما لهني كان عندهم اشكال بالكتابه كانوا يعتبروها انه موزونه، بس هلا اذا بتقيسها بمقياس اليوم بتحسها فيها مكسوره، جمع حرفين مع بعضهم بيضعف شوي البيت. الادغام الادغام الوين وال والهي هلا بعد شوي بنشوفها. بس لنكمل قصة وادي شحرور، لأنه ابن هلا بالنسبة لا مش لأنه أنا ابن وادي شحرور، بس أنا أساسا بحب الزجل من أنا وصغير. نعم. وبلحق دايما حفلات الزجل، ولما كبرت شوي وتعلمنا شوي وتسقفنا شوي حسيت أنه هالتراث هيدا تراث الزجلي هو تراث غني كتير حقيقة، وتراث غزير مر عليه عشرات يمكن مئات من الشعراء، وحرام يبقى يعني ما حدا يدرسه، ما حدا، خاصة المرحلة الذهبية يلي اجت مع موسى صغيب وزغلول الدمور وأسعد سعيد وخليل روكوز وإلى آخره. فهيدا شفت أنه تراث غني جدا، ومؤرخو عصر النهضة لم يقتربوا من هذا التراث لا من بعيد ولا من قريب شوي، رغم من أنه ما شوي جيش زايدين كاتب عنهم كم كلمة توفيق يوسف عواد عامل دراسة صغيرة، مارون عبود عامل دراسة، وأمين نخلي عامل مقدمة المعنى ل مارون عبود شو عامل؟ عامل كم صفحة بقول أنا بعرف الزجل أنا دراسة عم نقول إنه هو الأدب بس ما في ما درسوا في منير وهي بالخازن ما درسوا دراسات وافية ومؤرخو عصر النهضة، رغم أنه الشحرور وبيو كانوا عايشين بالفترة اللي كانوا عايشين فيها أدباء عصر النهضة المعروفين، يعني جبران ونعيمي ومروان عبود إلى جانب فرانسيس المراش وبطرس البستاني وإلى آخره وإلى آخره. ولكن النقد اقترب من هوديك وترك الشعر العامي وترك الشعر الزجلي، ترك الحركة الزجلية بأمها وأبوها، ولم يدرسها ولم يدخلها في صلب التأثير الحضاري، يعني كأنه كان لها فاعلية معينة يعني صح بالمجتمع ما في شيء. باب تاني من الأبواب التي بواب الأدبية والفنية اللي أهملها مؤرخو عصر النهضة هو المسرح كمان. نحن بالمسرح من عصر مارون نقاش 1847 منتصف القرن التاسع عشر لمنتصف القرن العشرين كتبنا وترجمنا أكثر بين 350 و400 نص نص مسرحي، وكلهم شاركوا فيهم أساتذة مدارس، رجال دين، صحفيين، مثقفين إلى آخره. وكانت كل هالمسرحيات كانت تمثل، كان عندنا مسرحيات قائمة ومجهزة ببيروت وبالضواحي، ورح نحكي عن المسرح بعد شوي. فكل هالنصوص اللي كانت تكتب باللغة الفصحى وبالشعر الفصيح ما حدا قرب ليها ولا حدا حكي عنها بتاريخ عصر النهضة. حضرتك قدرت نبشت كم وحدة منهم، مشان هيك عم أقول نحن حاولنا أنه ندرس قد ما بنقدر. أيمتى أول جوائز زجلية بلشت عندك بهالكتاب؟ صفحات حاكي فيها وعاطي شواهد، 24 أو 28؟ هلا المعتمد 28، بس عندك تواريخ بتقول 24 وقبل بعدها. وليش كمان عديته للشحرور رائد النهضة السجلية؟ ايه هلا هذاك موضوع تاني. ما هو هذاك موضوع على الأسئلة تاني. لأنه الأسئلة كتيرة. ايه هلا بالنسبة لتأسيس الجوقة حقيقة هناك تناقضات حول التأسيس، حول مرجع هذين الشهرور فكرة التأسيس منبر 51. الديوان يلي أعاد نشره نبيل نعم ديوان الشحرور الفغال ابنه للشحرور بقول انه طبعا يعني حسب المعلومات يلي ما كانت معروفه انه المنبر تاسس سنه 28، واخذ هالشيء عنه بعض الكتاب يلي كتبوا بعدين عن الزجل، واعتبروا انه هالتاريخ هو تاريخ التاسيس. ولكن
بالحقيقة في ردي بقول علي الحاج. نعم علي الحاج لقماطي. علي الحاج لقماطي ايه نعم. بقول 13 سنة إلنا حبايب ومش مسموع إلا الوفق عنا، ولما صار رب البيت غايب جفني الشهر بالأحمر اتحنى. هيدا الكلام بيقوله علي الحاج سنة 38. نعم 38 ناقص 13 ناقص 13، وإذا قمنا من 37 سنة وفاة الشحرور يكون قد تعرف علي على الشحرور سنة 24. يعني عم تقول انت وعلي نعم. ايه كمان حتى تعرف علي على الشحرور هناك اشكالية منهم بيقولوا انه سنة 28 لما بيكون بفوت علي على الشحرور بيقول له لما شرف اسعدنا من بعد الفقر اسعدنا، صار له الدهر 12 شهر بتشريفك عم يوعدنا. بيطلبوا الشحرور تيغني معه بيرفض عليه وبفل. بعدين بتسائل بمناسبة تاني عم بغني الشحرور بقهوة بعين الرمانة يلي هي بمنطقة علي. نعم. كمان بيكون علي من بين الحاضرين. عين الرمانة علي ايه مش عين الرمانة بعلي شو بيقول له؟ بيقول له يمين السعد جادت بالعطايا، سعينا سعي هجرنا المطايا. جينا نعترف بالأخ أسعد بلكي بتنغفر عنا الخطايا، جينا نعترف بالأخ أسعد بلكي بعد فقر الشعر نسعد، بانيله بقلب الحج معبد مضوي شمع على الأربع زوايا، كتر ما زاد في حب ولوعي وعلينا طلة الشحرور كانت مثل طلة أمير على الرعايا. هون بجوب الشحرور يا ابن الحج يا زين البرايا، حقيقة راهني من دون مرايا، لقمطية بهالطلعة البهية فائت هالمداين والقرايا. بترجاك تقبل هالهدية تبادل حب شحرور الودايا، بكرة يا علي بعيد الضحية حسبني كبش من بين الضحايا. هون هون فيش تواريخ، هون في إشادات ببعضهم. فالتأسيس هلا احنين ظاهر بتقول الشاعرة كانت زجلية. نعم. كانت شاعرة زجلية بتقول انه تأسس منبر سنة 25، مشان هيك انا عنوانت مئوية تقريبيا. تقريبيا مئوية. نعم. مزبوط. نعم. وهذا انتبهت لها كثير. نعم. كويسة. ويليام صعب بقول انه اول حفلة حضر على لشحرور الوادي سنة 27 ببيروت، بقول فيها ردي ايدي ما بيندكوا وزنودي ما بيتشكوا. نعم. فك السبع بفك وفك بحارب 2000 بفكوا. حلو كتير. حلو اللعب على الكلام. شوف بلش الوزن كيف الايقاع. ايه والوزن طبعا، وخصوصا بلش بالارادي. ايه. سنة 27 بقول بس هلا الشحرور بده يكون تأسس الجو على مراحل، لأنه مش هو في حدا أو حاله فيها البيو الثوري. هلا ايه بالبداية كان البي يروح شاعر كان كبير، كان شاعر وزير يدعوه على قبل ما صار كاهن طبعا. نعم. يدعوه على خليل سمى حاله سمعان مش هيك؟ ايه نعم. خليل سمعان. يدعوه على حفلات على الأعراس على مناسبات وهذا، يروح يغني أوقات يكون معه شاعر تاني يغني. نعم. وياه، وكل واحد في وراه ثلاثة أربعة رديدي والناس مش مجتمعين كلهم مصطفين، ما في منبر، ما في منبر. لا بحفلة أكل يمكن وحفلة كذا يعني يحملوا الدف، وكل ما كان واحد بده يغني ياخد الدف من يد الشاعر التاني. في مرة كان المطران شبلي وادي شحرور، بيجوا مجموعة من شعراء وادي شحرور اللي أنا ذكرهم هون بالكتاب، وبقولوا له للمطران نحن فكرنا نأسس نعمل جوقة جوقة للزجل. هون كان خليل سمعان صار كاهن، ما حب يحكي قدام المطران. نعم.
بس هو يبدو انه هو اللي ورا اليوم المطران. انا فهمت منكم انه بدكم تعملوا شيء جو يعني لا. انا ما بمانع والى اخره والى اخره. يعني بلشت الفكره من هذاك الوقت. هلا الشحرور كان حاضر، كان موجود، كان يتابع بيو بيسمع. فعمل هالقفزة النوعية نؤسس المنبر. كان بالأول الشعراء يتغيروا، يعني مرات تكون معه السليم واحد بيت القهوجي، مرات الياسر فران، مرات ياسر فران واحد من بيت حتي سليم الفران. سليم الفران عامل ديوان بال 1890. ايه واحد من بيت الحتي، في حدا من بيت الكحالي او هو من الكحالي. رزق الله الكحالي كمان. فبيظهر انه كانوا يتغيروا بين حفله وحفله الى ان ثبت على الاربعه هو واميل هو وعلي الحاج وانيس روحانا وطانوس عبده. نعم. من وقتها تاسست الجوقة. هو كان شاعر، البي كان شاعر، الخي بيقولوا كان شاعر، لأنه حضرتك بهيدي الملحمة هون اللي حطيتها 800 بيت له ذكر، يمكن ايه يمكن لا، بس انه هلا ايه هي حسب. وعنده كمان اخت اسمها هيفا بيقولوا كان شاعرة كمان. كان هيفا هلا هيفا اي لأشعار مذكورين بالديوان، بس هون لك هو صور الكتب القديمة اللي اصدرها بيو للشحرور. شمس لمعنا نعم. تتضمن في أحد الكتب، نعم، كتيباتي في أحد الكتب محطوط شمس لمعنا أسعد وجرج الخور لويس فرح الفغالي القوال المشهور إلى المبرز في الصناعة والأخري. أسعد وجرجي، نعم، منشور فيها هذه المطولة اللي حضرتك حققتها لأنه هو ذاكر جرجي. نعم. بس هلا ما بنعرف، هناك بعض الشعراء القدامى كانوا يقولوا انه جرجي ما كان يقول. نحن مستمرين بهالحلقه، بس بدنا نفوت على فاصلة إعلانية اذا بتسمح دكتور نبيل ابو مراد. نعم. عن مئوية جوقة الزجل الاولى. فاصلة ومنتابع. منتابع حلقة نقطة فاصلة مع الدكتور نبيل أبو مراد، واللي عنوانها مئوية أول جوقة زجل. تأسست سنة بين 24 و 28 حسب ما هو معروف. حكينا شوي عن الشحرور الوادي وكذا. في ثلاث أشياء بدي أسألك عنهم، هو علقانين من الأسئلة السابقة. هل كان شحروريا أم بدادونيا؟ واحد. وشو الأسس اللي على أساسها عم بتقول كان رائد نهضة؟ كيف؟ تنقسم الجواب إلى قسمين. حقيقة في إشكالية هون حول مرجعية الشحرور. نعم. وانتمائه. هلأ الشحرور ينتمي إلى عائلة الجب فغالي، من بيت فرح. فرح الفغالي. وبيت فرح من بدادون. نعم. الجب الأساسي، ولكن البي يعني بيو للشحرور خلق بوادي شحرور. هلا ما بنعرف إذا كان في سجلات نفوس، إذا سجل وادي شحرور أو سجل بدادون، ما بنعرف. نعم. طيب بوادي شحرور وقعد بوادي شحرور فترة، وفي بيت بعده موجود، البيت هلا شو عم تفتش؟ بيت اللي بسموه هلا بيت الحسون بعده موجود. وتوفى فيه. وكان يخدم بكنيسة المسار خوري. كان يصلي بكنيسة مرمخاي المارونية بحارة الفغلية اللي هي بوادي شحرور. طلع فترة على بدادون، بيظهر خلق نبيل فوق ببدادون. نبيل ابنه للشحرور. ابنه للشحرور. تجوز الشحرور فوق. خلق ابنه خلق الشحرور فوق. خلق الشحرور ببدادون. هلا ما بنعرف اذا مسجل كمان نفوسه ببدادون او مسجل بوادي شحرور كمان، ما في سجلات.
ويقول الخليل سمعان: هذا خليل سمعان نعم. الساكن في بدادون حاليا حاليا، يعني مرق الطريق، يعني مش بعدين بمراعة طول. بعدين شوف هون شو بيقول. هذا كتابه نعم. كتبه على الغلاف نعم شفحت بقلم الفقير إليه تعالى: خليل سمعان فرح الإفغالي الشحروري. ما بيقول بدوني، ما بيقول بدون، هو بيقول الشحروري. هلا نحن ما عم نقول انه نينيتهم ما بدنا ايه ما بدنا نقول انه شحرور، انتبهت كيف؟ هو شو مين بيكون الشحرور؟ عمه للصبوحه؟ ايه عمه للصبوحه. ايه بعدين من المستغرب حقا انه الشحرور رجع نزل سكن بوادي شحرور، نعم سكن ببيت آل شهاب، رجع سكن بوادي السفلى ببيت آل ابي سمرة، نعم. وتوفى هنيك، نعم وقت اللي كان بعده بوادي شحرور. ولكن انا حتى نستشهد بالاستشهادات يلي محطوطه، نحن ما يعني ما بدي اقول انا لا من وادي ولا من بدون يعني، بس الاستشهادات يلي محطوطه الى الادله والوثائق. ايه هلا هون تفضل ال هودي الاشياء القديمه اللي مش مثبتين. ايه بيعملوا التباسات كثير، مش بس بالزجل، بمليون شغله. وحلو انه عم نبحث نحن تشو حتى نحط ايدنا على الحقيقه. من المستغرب حقا انه بالديوان كله، ديوان الشحرور، ديوان الجمع. الشحرور نعم. يلي مؤلف من 825 صفحه، ما في جمله وحده يذكر فيها الشحرور انه هو من بدون. مستغرب. ولكن في عشرات وعشرات الأبيات بينسب نفسه إلى وادي شحرور. انتبه أنا ما بقول إنه هو من وادي شحرور، أقول لك شو عم بيقول. نعم. منذ البداية في الحفل الأولى اللي عملها هو بيو اللي هي مشهورة، نعم. كان بعده صغير وتبارى هو بيو، بيقول له بيو نهفاتك شحرورية وفكرك الأفكاري هياج، نعم. وبيقول له نهفاتك شحرورية، برجع بيقول له طلع نحوي تطليعة وقل لي مينك ومن أي عائلة وأي ضيعة وما هو دينك. وبقول له الشحرور أصل النسبة فغالية من بيت بوصعب من مديار الشحرورية من أنما شعب، ما هيك؟ بيرجع هو بالديوان كذا استشهدت: يا أرض أصغي ويا سمانة اسمعي، ما بدعي وعن الناس بظهر مطمعي، وادي بقلب لقب شحرور رابي بظلها، وشحرور وادي باللقب حقي معي. بعدين بيجتمع هو وكميل خليفة كروان الوادي، كانوا يجتمعوا بوادي شحرور بدكانيكس يقولوا لبعضهم، فبيقول له الكروان: بوادي الزكا نحن المحبة كلها، والناس عدروب الوفا من دلها، بحياة دم القلب وعروق العيون برموش جفني كل عقد بحلها. بيقول له الشحرور: يا كميل الفن مرفوع اللواء، عندك شعور كتير رق من الهوى، انتو انا من فرد وادي طالعين منحل كل مشاكل العالم الدنيا سوا. ايه صحيح. وبعدين بقول: وادي شحرور بلادي وفيها تربة اجدادي، ولولا من وادي شحرور ما في شحرور، ما في شحرور الوادي. طيب هو بقول هيك. ايه هلا بقول لك انا شو عم بيقول. حتى وقت اللي شوف اهم شغله انه دكتور جبور عبد النور، تعرف الدكتور جبور عبد النور كان أستاذ اللغة العربية عامل جامعة السوهية، عامل كتاب بالفرنسي عن الزجل، بقول بالصفحة Etudes de la poésie dialectale au Liban بالصفحة 32 بقول: مدرسة شحرور الوادي الزجلية بمدرسة وادي شحرور، مش باسم تاني، مدرسة وادي شحرور. ف هلا بيرجع بعدين في كتير عامل قصيدة طويلة عن وادي شحرور. لنختم هذا هلا بيرجع بحل نعم. المشكلة الشحرور بالاخر، معلش حتى نختم بها. بحط بيقطي على ذكر بدادون بمحل. ايه بقول: بدادون يا بدادون ايجادي، فيكي وفيكي مهد اجدادي، في لي الشرف ربي خلقني عيش، نص فيكي ونص نص الوادي. جمع بين اثنين. جمع بين اثنين. اعطيني باختصار شو الاشياء اللي خليتك تسميه رائد النهضة الزجلية. نعم رائد من رواد النهضة لأنه عمل
عمل حركة فظيعة بتأسيس المنبر، وبدك تعرف شو أثر هالحركة، شو صار بعدين. نعم. والجوقات يلي تأسست، وقلنا أنه تأسس 5 جوقات على عهده. نعم. وبعد منه تأسس جوقات وجوقات وجوقات. صح. ومرق الزجل لفترة ذهبية بتعرف مع الشعراء. نعم. الكبار المشهورين، ولا يزال حتى زجل مستمر حتى اليوم. نعم. ومن خلال هذه الحركة صار يطلع حركات موازية، يعني تأسست عصب شعرية، تأسست صحافة زجلية كمان، صحافة جريدة مجلة الزجل اللبناني ليوسف عبد الله البحوت سنة 33، وويليام صعب أسس أمير الزجل. صحيح. ورجع أسس البيدر، وفريد لحود أصدر العندليب، وسلوى المهاجر، وإلى آخره. أسعد سابا أصدر مرقد العنزي. وهذا اليوم بعد في جريدة روبير خوري، مجلة روبير خوري. بعدين تأسست إمارة الزجل اللبناني، رابطة الزجل اللبناني، جمعية إمارة الزجل، عصبة الزجل اللبناني، وهلا في نقابة. صحيح. وبعدين كانوا يسافروا لبلاد برا 100% ويقابلوا المغتربين، وعملوا خط تواصل، خط وصل مع المغتربين، وتعرفوا الدول اللي برا على الزجل اللبناني. هي من حركة نهضوية، طبعا حركة نهضوية، كان هو رائد من رواد النهضة. كان ناقصها تؤرخ، هلا بركي يعني ناقصها تؤرخ. ما قلنا انه المؤرخين ما التفتوا لها. هون ظهرت الجوقات. اتناول الاستاذ سعيد عقل بملف انا عملته وقتها من زمان وشرته بكتاب، بيقول لي بالحرف الزجل تحول الى فن يشبه الاوبرا، من حيث انك بتقصده، او شي فن رائع بتقصده بتدفع مصاري لتحضره، وسميه الفن المسايفة بالكلمة. فن المسايفة بالكلمة. شو رأي؟ شو رأي وشو حلو؟ أنا حبيت كثير هالتعبير، بتحبه؟ إيه إيه. أنا سمعته عم بيقولوا بتأبين أنيس روحانا بوادي شهرون. قال إنه هذا فن المسايفة، وإن المسايفة إنه مواجهة حبية حلوة بين الشعراء. في أخلاق عالية. فيها أخلاق وفيها كذا، بالرغم من أنواع الهجاء والتهجم. صح. يلي بصير، ولكن بيحبوا بعضهم، بيضل ما حدا بيزعل من التاني. أكيد. هي أهمية الزجل. شوف الزجل خلق حقيقة نوع من التآزر الاجتماعي في الأوساط الاجتماعية. شعراء الزجل برغم كل التهجمات يلي كانت تصير بيناتهم، برغم البين أنه هن أعداء يعني، ولكن ولا مرة حدا صح شتم التاني بحزبه أو بدينه أو بسياسته أو إلى آخره أبدا. وكانوا تعشوا سوا بعد إيه، وكانوا دائما يدعوا النتيجة فن الزجل، لأنه فن اجتماعي. نعم. يواجه الناس وجها لوجه. كان عنده رسالة. نعم. شئنا أم أبينا. فكان يدعو إلى التسامح، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى حب الوطن. الألف. صحيح. يدعو إلى التربية الحسنة، تعزيز القيم الوطنية، تعزيز القيم الوطنية والدينية والآخرة. إيه الزجل لعب. نعم. دور فعال جدا بالمجال. مثل ما حضرتك كتبت عن الشحرور اعتبرته رائد النهضة الزجلية، كان سابق كتاب عن حبيب القلب طول بعمره موسى صغيب، بتقول عنه جعلته رائد مسار التطوير والتجديد بالزجل اللبناني. إيه؟ بين الشحرور وموسى ورعيله فرق سنين مش كتير، شو اللي أضافه موسى صغيب على اللي خلص مع الشحرور؟ إيه موسى صغيب إجا طبعا بالمرحلة الثانية من. نعم. مراحل الزجل الثاني. شوف يتميز موسى صغيب، وانت يمكن متابعه طبعا بالزجل، يتميز اول شيء بضخ صور ابوكاليبتية. أوف. في الزجل، يعني لما بيقول افتتاح احدى الحفلات، عصف ريح الزمان وزمهريره بليلة بدرها ضيع مسيره. شوف البدر يلي هو عنوان الإنارة، ضيع مسيره قد ما في عتم. شوف الصورة. وقبل ما البرق يفلت من زمان، دخلت على الليل من طائب ضميره.
وسبحت بهالفضع كون تاني انطوش من صرخة الريح وصفيره. نعم. وصاروا يرقصوا حول الغواني عصافير وبلا جوانح يطيروا. هيدي الصور الأبوكاليبتية ما كانت موجودة بقول محل دايما بالمطالع يلي عنده. ما في شك. قفز عملاق عجبال المآسي، شعره حبال وجفونه ومراسي. شوف الصورة، صرخت ركاع مثل الطفل دب وقرب شافني بعرق حماسي. التصوير هيدا محلات كمان. لما نقطيع الغيم هوشل على القمر، جروا حصان الريح بحبال المطر. صار يتكي على الليل يدعس على الضباب، ومسافر ومش عارف الوين السفر. قطيع الغيم حلو كتير. ولما عوهج البرق شاف الليل شاب. شوف بس برقت الدنيا ضوت، شاف الليل شاب. شوف هالتصوير. واستقرض من البرق طلقة وانتحر، الرعد بيجي بعد البرق يجي الرعد. صحيح. دلقت جراره على السهول وعلى الهضاب مثل كأنه الجو على الأرض انحصر. هي التصوير أبوكاليبتيكي. هيدا ما حدا واحد. ما حدا بيجي. هاي ميزة. ميزة تانية. تاني ميزة هو شاعر حكمي. بدك تشوفه بالاشياء اللي بيكتبها موسى صغير، مش بس على المنبر، حتى على المنبر. ولكن شاعر حكمي. بكتبه اللي عملها ومنها كتاب الوصايا. صح. كله حكم. والشاعر الحكمي هو إنسان يكون قد اختبر العالم. وهو شاعر مثقف بطبيعة الحال. ما في شيء. حتى يعطي حكم لغيره. لما بقول لو وقفت على مفرق دروب السنين، إياك تستصغر حدا من المارقين. ورقة بكور الريح بتسد الهوى، وشوكي بكف السبع بتسيب عرين. في طبع مهما تعاملوا بالقهر بيضل من قطر الندى أنعم، وفي طبع قاسي مثل صخر النهر بيتعب الشلال تينعم. هالجمل القوية المشدودة هاي اللي بتميز فيها موسى صغيب. هالصور الأبوكاليبتي نادرا تلاقيها عند شعراء تانيين. صحيح. بعدين شاعر سريع البديهة. ما في شك. شاعر سريع البديهة موسى. بتقول إنه لما بقولوا له ردي، بتقول شو بدي جاوب هالزلمة هذا؟ عنده الجواب مبكر دغري. وبذكر بالمقدمة اللي عمل له اياها النائب والوزير السابق دوار حنين. نعم. بيقول حطيتها هون مشان حتى ضل فايق لها. كان موسى على مسارح الارتجال، كلما رشق برده حملت همه. كيف سيستطيع هذا الملك القوال ان يرد الردة الى قائلها فلا يفقد تاجه؟ وإذ يجيء الرد ماسحا كل ما على القول الموجه إليه من بهاء، بل مضيفا على بهاء ذلك القول بهاء أشد منه وألمع. هذا موسى صغيب. كان بكل أنواع الزجل معلم، مش إنه بجانب غير شعراء كانوا يمتازوا بجانب من الزجل. صحيح. أحساب جوانب أخرى. هو بالكل كان محلق. كان متين العبارة. وعميق التصوير. التصوير. خلينا نطوي شوي صفحة الزجل، تروح على دكتور نبيل أبو مراد بكل شيء عمله. حضرتك إلى جانب اهتماماتك بالأبحاث وبالدراسات، مسرحي متخصص إخراجا تمثيلا كتابة درامية، وضعت أكثر من كتاب عن المسرح بيناتهم المؤلف الضخم اللي قدامك المسرح اللبناني في القرن العشرين. قلت لنا قبل شوي في بحدود 350-400 مسرحية عملت لها منتصف القرن التاسع العشرين. شو اللي ميز المسرح اللبناني من مارون نقاش لليوم عن مسارح عربية، وشو موقعه بالمسرح العالمي إذا له موقع؟ ميزه عن المسارح العربية والمسرح العالمي هيك ما فينا نعرف. لأنه حتى نعرف شو ميزه عن المسرح العربي في مرحلة تاريخية طويلة جدا. نعم. ما قدرنا نرافق فيها المسرح العربي.
يعني منذ أن بدأ مارون النقاش ما كان في مسرح بالعالم العربي، ما كان في مسرح. بعدين ما هو أهمية مارون النقاش إنه هو رائد اللي أدخل وجابوا من إيطاليا مش هيك المسرح؟ ما جابوا من إيطاليا، هو راح على إيطاليا وحضر هناك مسرحيات وعمل البخيل سنة ألف وعرضها 1847. وهون في خطأ شائع كمان بيوقعوا فيه، ومع الأسف مؤرخين كبار مثل فؤاد إفرام البستاني الأب لويس شيخه والشاعر الياس أبو شبكي، كلهم بيقولوا أنه نقل أو ترجم البخيل عن موليير منه صحيح أبدا، كتبه من جديد أو منه صحيح أبدا. أكيد هني ما قريوا مسرحية مارون النقاش، ما بعرف إذا قريوا مسرحية موليير، بس أنا قريت مسرحية موليير وقريت مسرحية النقاش، حتى رجعت عن النص اللاتيني القديم يلي مارو يلي موليير أخذ منه. موليير أخذ منه. نعم. هلا طبعا أنا ما قريت لاتيني، ما بعرف أقرأ لاتيني قديم، بس شفت الشكل اللي هو كان شعر. نعم. والنقد الأدبي بيقول إنه موليير أخذ من النص. هلا النص اللي عمله مارون نقاش هو نص حقيقة مقتبس بتصرف كتير 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 كبير، لدرجة بتقول انه ما له علاقة ببخيل موليير. في محل جملة صغيرة بتمرق هيك، انه فرجيني ايدك الي زوتر، بتعمل له هيك ايديك وكذا، ومحل هيك في واحد قراد بينسك عصاي والى اخره، يعني في ريحة منه. ولكن هو عملها بشكل بتصرف خاص فيه، وهذا هذا أمر معروف بالمسرح، يعني شكسبير أخذ من غيره، بريشت أخذ من غيره وعمل أدابتاسيون لبعض نصوص عنده بطريقته الخاصة. إيه هذا شيء معروف، ولكن مش من مترجمة عن موليير. طيب هلا إذا ما عندنا فكرة عن كل المسرح نحن العربي أو بالعالمي، أنا بدي يمكن برأسك بذهنك حضرتك مجموعة مسرحيات، يمكن مسرحية، هل كان لها مثلا تأثير تنطبق عليها المعايير العالمية للمسرح اللي عملناها هون بلبنان؟ بالنسبة للمسرح القديم؟ إنه من هالمسرح اللي عشناه نحن بكل أنواعه. في فرق بين المسرح القديم يلي انتهى سنة 1950، في فرق بين المرحلة الجديدة يلي بلشت مع الحركة المسرحية الحديثة. أنا بقصد شيء مسرحية بأواخر طبع عالمي فيها من حيث إمكانياتها. المسرحيات القديمة يلي من مارون نقاش منتصف القرن العشرين كانت كلها تكتب بلغة فصحى متينة وسليمة، وبشعر نسبة كبيرة من الشعر المتين والجميل، وعندنا مسرحيات شعرية بالكامل. صح، بكفيك قدموس الثاني، قدموس وبنت يفتاح، قدموس دحوي، نشرنيل واليستنوس دحوي، ثلاث مسرحيات شعرية بمركز الدراسات اللبنانية. مسرح شعري، عنا عدد من المسرحيات الشعرية، هذا مش أدب؟ صح، هاي مش أدب؟ مئات النصوص باللغة فصحى وأشعار، إذا بنجمع الأشعار اللي موجودة بهالنصوص يا رجل، صدقني أكثر من الأشعار اللي عاملينها شعراء على النهضة كلهم. نعم. بعدين سوري بالقطعان بحديثك، أما بالنسبة للنصوص بالأول كان في إلها مقاييس تختلف عن النصوص الحديثة، لأنه طلع في بدايات القرن العشرين طلع مبادئ جديدة في المسرح وفي التمثيل وفي الإخراج، اعتمدت في العالم، أصبح صار في صارت النصوص الأدبية يعني ما غير صالحة للتمثيل. لذلك لما اجت حركة المسرحية الحديثة بالأوائل الستينات مع منير ما طلعت بهالنصوص هاي، ما أخذت بهذه النصوص، مع أنه كان في نصوص بنعمل لها أدابتاسيون بتصير حلوة، يعني مثلا نصوص سعيد تقي الدين حلوة جدا، في نصوص إيه ما طلعوا فيها على أساس أنه لا تصلح للتمثيل الحديث. بضل في عنا إشي نحكيها، ولكن بعد عنا فاصلة إعلانية يلا بنرجع منتابع ونختم نحن وياك هالحلقة الجميلة. دكتور نبيل أبو مراد،
فاصلة ونرجع. وصلنا للمحور الأخير من حلقة نقطة فاصلة مع الدكتور نبيل أبو مراد، واللي تناولنا فيها الزجل والمسرح، وهلأ وصلنا على الشق اللي بيتعلق فيك شخصية. حضرتك بالذاكرة وبالذهن أول شيء كتابين عملوا عن الأخوان الرحباني، حياة ومسرح وإبداع فكري وفني. شاركت معهم بأربع مسرحيات، بالشخص، بلولو، بالمحطة، وبميسري. لفتني تقسيمك مراحل المسرح الرحباني بين الحقبة القروية والحقبة المدنية والحقبة التاريخية، وحاطت ثلاث مسرحيات برات السياق. هيدا بكل هالحقب كان مستوى الإبداع هو نفسه عالي عندهم؟ إذا بدنا نعمل تقويم للمسرح الرحباني، هلا مستوى الإبداع، الحديث عن مستوى الإبداع شيء، والحديث عن المواضيع المطروحة، يعني الانتقال بين القرية والمدينة موضوع لحاله. أول شيء حصل هذا الانتقال من القرية للمدينة، مثل بتعرف أعمال المرحلة الأولى، يعني جسر الأمار، الليل والأنديل، بيع الخواتم، بيع الخواتم، هودي كانت مرحلة رمزية شاعرية جميلة تقطف من القرية اللبنانية، تستوحي من القرية اللبنانية الأعراس، الفولكلور، العادات والتقاليد، الغناء، الغناء الشعبي، الشعبي، الزجل، نعم، عادات وتقاليد، وللزجل ما فرقهم بكل مسرحياته، رأس الدبكي، نعم، وأجواء الضيعة، الساحة، نعم، القمر، والجرة، والجرة والعين، والسهرة بضو القمر، الأعراس وإلى آخره، وشيل الأيمي وشيل المحدلة، نعم، والصراع بين العيال وإلى آخره. هاي الأجواء كانت تميز المرحلة الأولى، مرحلة المدنية، إلى المرحلة المدنية، يعني ابتداء من هالة والملك سنة 1967، صح، تنتقل الاهتمام الرحباني إلى المدينة. بتقول هالة للمسرحية، هالة يا بهالة، أنا اسمي لالا يا بلالة، نعم، أنا اسمي هالة، جاي على المدينة بيع وجوه الزينة. ترجع بتقول هيدي أول مرة بوقف فيها بساحة المدينة، جاي من ضيعة درج اللوز، نعم، من ضيعة يوبيا على المدينة. وصلت لها المدينة، لقيت في سلطة فاسدة، حكام، مستشارين فاسدين، بينهبوا الخزينة، وإلن وجوه 67 لابسين وجوه مستعارة وكذابين ودجال، وهذا اللي درجة بتصرخ هي بالآخر يا عمي، والحب بسلينة ما له مطرح بالآخر لما بده يجوزوها من الملك بالغصب عنا، الحب بسلينة، بساحة سلينة ما له مطرح، ما في حب، هي بنت بريئة جاي من ضيعة فكرة أنه بعدها. هاي 69 ده جاب بلش، نعم. بعدين سنة 68 بيجي الشخص، تعرف الشخص ويعيش يعيش بعدين، لأنه هاي مسرحية انعملت من أكثر من حضرتك مثلت بالشخص، أنا مثلت دور الشخص، دور الشخص بالأردن، إلى جانب رونزا، مش مع فيروز، مش مع سيد فيروز، وقت رحنا على الأردن مع الرحباني، مثلت دور الشخص. شخص تعرف كمان في سلطة الشخص، هذا الحاكم المهاب يلي مطرح ما بيمرق، مرات بتخدر الأرض ومرات بتيبس الأرض، واللي فيه حوالي بوطة من المنتفعين، وصير في محكمة، صير في محكمة وقاضي وحق دفاع وحق عام، وناس بتحاكم بنت بيعة البندورة، والمسودين على هوا البحور، العمال المسودين على هوا البحور، أجواء البرونزية، يعني أجواء مدينية صارت، صار في مشاكل جديدة، مشاكل قانونية، مشاكل تجارية، مشاكل إلى آخره. هون المعالجات كلهم هاو إيه؟ كانوا تقريبا بنفس المستوى الرائي، هذا المقصود اكيد. ما بدي احكي عن طبعا، وفي مرحله تاريخيه ما حكينا عنها، بترا بنحب بنحكي عنها، بترا جبال السوان وفخر الدين، فخر الدين، نعم. هي مراحل تاريخيه، نعم. هيدي كمان تنحط بخانة اعمال تاريخيه. بيرجع يعيش نعم،
كمان امبراطور يطاح به الامبراطور والى اخره، وفي جماعه مهربجيه وجماعه بعدين يعيش عيش سنه 71 المحطه سنه 73 تمام تعرف في شويه ساينس فيكشن المحطه ايه لولو سنة 74 كمان حضرتك لك فيها دور حلو كتير بقبيل الست فيروز لعبنا دور الطبيب النفساني فهالقضايا صار في قضايا جديدة هون طرقت على المسح الرحباني يعني وكانت بادرة جيدة على كل حال مش غلط وضلت ضلت محافظة على مستواها أكيد بالألحان بالغناء بالرقص بالحبكة المسرحية وبالمضمون بالمضمون الجميل محطة مضمونة كتير جميل جدا صحيح ايه والشخص كمان كلهم عمل وين لعبت دور حنا السكران او السكران؟ دور السكران بالمحطة سنة 73 وهذا له قصة. أنا كنت بعني طالب بمعهد الفنون كمان بيجي أستاذ بيرج فازيليان الله يرحمه بعيت لي بيقول لي نبيل تعا تعا قلت له شو في؟ قال لي تعا تعا طلع حدي طلعت حده بالسيارة طلعنا على ايكول دي لاتر مطرح ما عم يتدربوا أنا مش عارف لوين رايح وصلنا لفوق فتنا لي كل الفرقة موجودة وعاصي ومنصور وفيروز ونصري وفيليمون وفرقة كاراكلا كلهم فتنا قال له عاصي حضرته الشاب طلع في عاصي قال لي خود هالدور لشوف مثلي هيك نص صغير قلت له طيب بس اعطيني 5 دقايق بس تحضروا ما نحن كنا بمعهد الفنون ديجا صار عندنا شوية خبرة وهذا اخذنا 5 دقايق مثلته قدامهم من الوقت لعبنا الدور طيب شو عني لك لما وقفت قدام فيروز وكان عندك حوار حلو انت وياها وغنيت الاوبرا بلولو بلولو الصويعتية الخوطة اللي حضرتك بدك تعالجها تما ترجع تفلت وتقتل أيوة. حدا تاني لأنه دجا دافع حق الجريمة 15 سنة ايه طبعا وقف حد فيروز شغلة مهيبة يعني إلى خصوصي إن نعم نحطت على التلفزيون يعني وصورتك انت وياها أيه. ما بتروح من الأذهان وبدك تغني حدا على المسرح وبدك تمثل وحصل معي حادثتين الحقيقه قدام فيروز حادثه بميس الريم لما قدمناها بالشام ولعبت دور مختار المخاتير انا بدل الي سنايفر مرحوم الي سنايفر ما حبش يروح على الشام فبتعرف في اغاني زينه عرس وقوالي ولفتات الريم وقف انا وحدي فيروز وحدي جوزيف نصيف وهونيك نصري وانا بدي بلش أول ليلة فأنا قلت أنا صوت صغير يعني صوتك هي وقت الله إيه بصوت. ضلت بصوت لا لا بصوت إلي سنايفر نو ديريكت نو ديريكت ديريكت أوكي إيه. فأنا قلت صوتي مني مطرب يعني وخفت ليكون صوتي صغير ما يطلع أمت طلعت عالي زينة عرس أولي ضربتهم لقلهم كلهم صار الكمانجيت يقرب نحتي اللي هن يزن لك على طلعت بنصر لقيته زائرني هيك هلكته فوق ست فيروز طلعت فيه برمت هيك سمعت عم تقول لي صف عمره هيك ودي شو ضيعت لنا اللحن هاي حادثة بس رجعنا تاني ليلة زبطنا النغمة بس هلا بلولو صار في حادثة مرعبة في ليلة من الليلات بين المتينية والسواري بدنا نبلش بالسواري كان يوم أحد ضيعوا الريل الشريط التسجيل يلي بيمشي عليه المسرحية كلها مع الأغاني ومع الكذا وتأخرنا عن النص ساعة صار الجمهور يزقف في المسرح ضج الجمهور شو بده يعملوا؟ ضيعوا الريل بعدين إجا عاصي يلا شباب نعملها ديركت ديركت يلا موسيقيين حضروا حالكم فيروز نصري كذا بلشوا الموسيقيين يدوزنوا الآلات وبلشوا هذا يعمل هيك هذا بس ما انتبهوا لي لانه انا ما بتتعاطى اوبرا الا بالتسجيل غني اوبرا شو بدي اعمل انا وتلياني سول ماري روتشكا شوكلات شو درجنتو
فت على الحمام سكرت الباب صرت صرت غني فتش على نغمه بقدر غنيها. نعم. وعلى احفظ الكلام التلياني لانه صحيح حافظه بس لما بدها تغنيه ديركت متلخبط حد فيروز عيب يعني تصور وقفت ووقفت هيك مسرحيه وانا محتد وعم بتمرن بدقوا علي الباب بيقولوا لي اطلع لقينا الريل لقينا الريل انقذك هادسي مرعبه. اليوم الحركه المسرحيه دكتور نبيل شبه غايبه تقريبا غالبيه المسارح سكرت بيبقى كان يبقى عندنا المسرح اليومي شوشو مسرح الغنائي رحابي وغيرهم مسرح التجريبي المسرح التاريخي شوي وشوي غابت كل الحركة اللي ميزت لبنان بكثافتها من مطلع الستينات حتى بتنا اليوم ننطر حدا يتجرأ وينتج ويمثل مسرحية. شو السبب غير المادة لهالانحصار؟ السبب غير المادة هو عدم الاستقرار. نعم. عدم الاستقرار بالبلد. بعدين بتعرف الحرب اللي صارت بالخمسة وسبعين وقعدت 15-16 سنة تشظت المدينة والمدينة عادة هي تكون محورية المحور الذي يجمع الحركات الثقافية والفنية بشكل عام. تشظت المدينة كسرت المدينة انفصلت المسارح تسكرت المسارح ومع ذلك نحن أثناء الحرب بالفترات الاستراحة يعني كان يصير في تقديم مسرحيات جيدة. هلا عندما توقفت الحرب كان في شريحة من العاملين بالمسرح صارت بعيدة كبرت اغتربت كبرت صار في شريحة من الجمهور يلي كان مرافق المسرح بالستينات والسبعينات ابتعد وتفرق وصار بكل أقاصي الأرض. صار هناك حاجة إلى تأسيس حركة جديدة مسرحية جديدة ولكن الشغلة الحقيقة بده فلوس يعني المسرح ما بيمشي بدون فلوس بده إنتاج. لذلك اليوم بتشوف أنه في ناس في شباب وصبايا عم بيعملوا أعمال مسرحية يعني وبرافو عليهم وكتر خيرهم ولكن بحس أنه مسرحيات صغيرة ممثل واحد ممثلة وحدة أو ممثلين بديكور محدود من دون ديكورات من دون أزياء من دون دعايات كبيرة بيعملوا هاد ليلتين ثلاثة أربعة خمسة اللي هني بوقفوا يعني ما عم تقدر تخلق تعيد يعني حركة المسرح اللي كانت قديما. ما بتقول إنه مثلا في نوع من استقصاد لضرب هالفنون هي بمعنى انه تعمر هالداون تاون تحت ما في مسرح يبقى معبى مسارح مش كمان هذا مش كمان هذا يعني بركي بشكل ما انتبهوا معقول ما حدا انتبه ما بينتبهوا هو ها. هو رجال المال حيتان المال ورجال المال والمليارديري والتجار واصحاب العقارات هم بينتبهوا بس هن بيعملوا سبونسر لبعض كانوا بيقدروا بكل بساطه على يعني القليل يرمموا لجراند تياتر. صحيح لجراند تياتر اذا بيترمم وبيرجع بنصير في حركه مسرحيه بيرجع بيخلق حركه بسوق بيروت كلها. ما هو عاملين بس مقاهي وقراجيل ما بيخلق حركه يعني بكون في مسرح يعني تصور عم بصير في اعمال كبيره بهالجراند تياتر يلي كان له أمجاد. نعم. بالعشرينات على أيام الفرنسيين كانت تيجي فرقة الكوميدي فرانسيز يلي هي كانت أكبر فرقة. صح. فرنسية كانت تيجي تعرض كل سنة أو كل سنتين وإجت أم كلثوم وغنت فيه إيه كانت تيجي تعرض بالجراند تياتر وانت بتعرف أنه مسرح فيه له لوجات من فوق. صح. كان فخم جدا كنا قاعدين باللوج وقتها كانوا بيقدروا يعني يحطوا شوية مصاري يرمموا ويفتحوا أمام المسرحيين بلا ما يزفتوا بلا ما يعملوا رصيفين ثلاثة يعني بالطرقات كانوا بيخلقوا حركة بأوساط بوسط بيروت مسرح بيخلق حركة أو بدل ما مثل ما قالوا بمسرحية الله يرحمه ويليام حسواني أوتوستراد بأمه وأبوه لفيته مثل المحرمة بجيب إيه؟ كان فيهم يعملوا هيك كمان ما كان بيكلف كتير يعني بس ما بيفكروا بشيء هو ما بيفكروا بشيء. طيب إلك هلأ وصلنا يمكن للسؤال الأخير
لك مساهمات عديدة بمركز فينيكس تابع لجامعة الروح القدس الكاثوليك، يعني عم تحيوا الذاكرة اللبنانية بالإضاءة على أعلام لبنانيين وتاريخهم ومؤلفاتهم ومساهماتهم الوطنية، ونمشت حضرتك مسرحيات بالعشرات، فرح أنطون، نجيب حبيقة، الأبولوس ظاهر وغيرهم، وحققت وقدمت أعمال مسرحية زجلية للعندليب عبد الله غانم وللشاعر ويليام صعب. مهم جدا تراثنا ما يقول لعبد الله غانم قلت العندليب عبد الله غانم ايه صحيح وعبد وشي ولا ويليام صعب. مهم جدا تراثها ما يموت، مش هيك؟ اكيد تراث، لان الشعب يلي ما عنده تراث يعني هون عم نشوف إيه. عبد الله غاني وعمل المسرحيه حضرتك إيه. جبتهم هاو إيه. ووضعتهم بنصوص، وهي عمل لها المقدمه الرئيس عبد الله غاني، رئيس عبد الله غاني غالب غاني غالب غاني نعم. غالب غاني عمل لها المقدمه ايه، وهذا يعني بكتر خيرهم بمركز فينيكس الدراسات بجامعة الكاثوليك، انه عم بيقوموا بهالنشاطات الحقيقة يلي رجعنا صرنا نفتش على المسرحيات قديمة ضايعة، يعني انا لقيها بتضيع عند رجال الختيارية، لاقي هون نص هون نص هون نص والله. في اشياء ايه برمت لبنان كله، في اشياء لقيناها بالبيبليوتيك اورينتال، أكل الغبرة، ورق مخزق، أشياء مثل هيك، والرزمون أنه كانوا يطبعون يلي مطبعين. كانوا يكتبوه بالزمان كانوا يطبعوا مسرحياتهم، يعني في مطابع مطابع ولا دكتور معظم. ما كانش في دكتور يمكن إيه معظم كانوا يطبعون بالمطابع، يعني في مطابع معظم المسرحيات كانت تطبع مش بالخط، مشان هيك حفظت مسرحيات. هلا في مسرحيات الشيخ ابراهيم الاحدب عنده 22 مسرحيه مكتوبه باليد وخطاط كثير، خطه حلو، نشرنا له ثلاثه منهم من ليلهم دراسي والتحقيق، وبعد في يعني بعد في 19 مسرحيه موجوده عند الورث عنده، ما حدا بينشرها، ما حدا بينشرها. نعم تراث. هي سر البطل شو قصتها للابولس الظاهر؟ هيدي سر البطل ابولس الظاهر حقيقه أنا عملتها بطلب من الجامعة. أبولس ظاهر كاتب ست مسرحيات، هو من رهبنة الرهبنة اللبنانيين. نعم نعم إيه، وعنده مسرحيات دينية مسرحيات دينية، وكانت تقريبا شبه ضايعة، يعني هاي المسرحيات مش موجودة، لقينا قسم منها يمكن مطبوع على دكتيلو وهيك شيء، فرجعنا كمان درسناها ونشرناها. واهم شيء هود ال ايه هيدا ويليام صعب امير الشعراء. ويليام صعب نعم عامل عمل جبار، عامل مسرح قصه الاجنحه المتكسره لجبران. جبران مسرحها مسرحها شعريا بالزجل. بالزجل حلو، هيدا عمل جبار. أن تمسرح هالدراما، هالدراما اللبنانية بالشعر الشعبي. حلو. إيه دانتي كاتب ال 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 الكوميدي كوميدي الإلهية تبعه بالشعر الشعبي الفلورنسي، بالشعر الشعبي، هذا بالزجل عملها مسرحية كبيرة طويلة يعني مش هينة. انعرضت بالجران تياتر سنة 42. إيه هودي عملنا جولة سريعة بس حلوة مفيدة بكل شيء حضرتك اهتميت فيه. بضل عندي هيك اسألك سؤال، حكينا شو كتير عن الزجل، شو يعني عندي دقيقتين بعد، شو نظرتك لمستقبل الزجل؟ بيعيش بعد؟ في شعراء يحبوا المساحة؟ ايه وعندنا المستوى اللي كان صار فيه مصر، صار فيه برنامج اوف يلي انعمل على الاو تي في برئاسه الاستاذ موسى صغيب، طلع هي مجموعه من الشعراء صحيح كثير كويسين، كثير كويسين وعم بيألفوا هلا جوقات وصار في لهم شعبيه. نعم انا بشوفهم انا وقت بحضرهم في شعبيه، بيش العالم بالالوف بتحضرهم، هي بعدها موجوده هالحركه، بس بخاف بعدين تصير تخف لانه الأجيال الشبابية الجديدة ما بقى تهتم.
حبابات بقى تهتم يعني. بعد هلا بتشوف جمهور الزجل رجال كبار، رجال كبار شوي بالسن يعني، شبابية الشعر اليوم ما بتعدي الشباب يجوا على الحفلات. مش كتير، مش كتير قليل. في شباب من القرى من الضيع بعدها بتحب هالشي، وطالما شباب الكرة بعدهم عم بيعملوا هالنوع من النشاط، نوع من السهرات بقولوا زجل، بالسهرات وبالاحتفالات، معناتها يعني هذا شيء منيح انه ممكن الزجل يستمر. هذا شيء تراثي ما بعتقد بيضيع يعني بسهولة. وبرأيك انت هالحركة النفور من كل شيء أصيل أو الابتعاد عن كل شيء أصيل، هي مش بس بتشمل الزجل، بتشمل كل الفنون، مش هيك؟ لا، كل شيء أصيل أكيد. إذا بدك تاخد مثلا الموسيقى، نعم هذا اللي عم نقوله، الأغنية، المسرح، المسرح حتى فنون الرأس وإلى آخره، صار في استسهال للأشياء. صحيح، صار في استسهال، وبنتيجة الوسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إلى الناس، إلى شريحة كبيرة من الناس بسرعة أكبر، صار بتلاقي اليوم الأغاني بالحقيقة كلام بيتكرر هو ذاته بدون شاعرية، ألحان تتكرر هي ذاتها بدون ما في لحن، تحس ما في أصوات الأوتوتيون بمشيها وأصوات ما في صوت بقى طبيعي. ما في شك أنه نحن في إلى حد بعيد نحن في مرحلة متخلفة، ما بدي أقول انحطاط، لكن في تخلف على صعيد وسائل التعبير الفني بشكل عام. للأسف، يا للأسف، للأسف. حلقتنا خلصت كمان يا للأسف. بين القوف والمنبر وخشبة المسرح أحطنا بجانب مهم من تاريخنا الثقافي الإبداعي. بدي أشكرك دكتور نبيل أبو مراد. أنا بدي أشكرك وميرسي على الاستضافة. يا أهلا وسهلا فيك، والشكر طبعا موصول لكل متابعي نقطة فاصلة بلبنان وبعالم الانتشار اللبناني وبالعالم على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشكر معاونية بالحلقة الزملاء، المخرج ربيع الحلو، البروديوسر شادية الظاهر، مهندس الصوت حسين سرحان، مدير المسرح إلي توما. وشكر زياد أبو عزي ولارا سيبا. من مناخ الحلقة بختم بقصيدة من ديوان عم عدو، عنوانته فيروز رحباني، منطلق فيه من عناوين غنانيون. كل ما الحور بوحدة تفيا وحمل حاله ومشي وحده بلاي بلا رفيق، بتذكر رفاق الطريق، وبقوم من حالي وعمهلي بلحقه، هجي الأسامي المنمحه وغيب وجوه أصحابهم اللي تجرحوا هونيك على الحور العتيق. تصبحوا على خير وأمل، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا نظيم حلوين.